فهو عنا لابد ان نشيره الى انه ثم 30% من المنتوج نتاعنا يتلف ما بعد الانتاج، معناها نعرق عليه، نخسر عليه، نصرف عليه، ثم بعد نلوحه للاسف. نتيجة ايش؟ نتيجة خيارات، نتيجة قرارات، نتيجة توجهات اللي هي ما هيش تخدم في قطاع الفلاح. معناها فالمفروض اليوم الدولة تدعم ب 90% نقول معناها الخزن على مستوى الضيعة، بل أنه احنا اليوم ما عدناش نحبوا نحكيوا على الضيعة، نحكيوا على مستغلة فلاحية. وقت اللي نحكيوا على مستغلة فلاحية راهي المستغلة فيها أنه ينتج، فيها أنه يخزن، وفيها التحويل الأولي. وبالتالي مفروض اليوم الدولة أنها تدعم هذه الخيارات، هذه التوجهات. التخزين على مستوى الضيعة راهو باش يقاوم الإتلاف ما بعد الإنتاج. اليوم وقت نحكيه على التوزيع، على التحويل الأولي، راهو عندنا مونتاجاني، لأن كعبة الغلة إذا كان معناها ضربت بالتبرور يقولوا احنا بالبرد أو معناها نقرها عصفور أو كذا ما عادش تتباع في السوق، لكن لا يعني أنه اللوحة ممكن نثمنها، بالتالي تولي هي مونتاجاني قاعد يضيع على الفلاحة، على الفلاحة وعلى اقتصاد البلاد.